24 فريقا من جمعيات أهلية وعلمية ومؤسسات تربوية شاركوا في منافسات مسابقة السوموبوت التي أقامتها الجمعية الخيرية الإسلامية للمرة الأولى بحمص بالتنسيق والتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص، وتضمنت منافسات بين فرق الروبوت إضافة لمعرض مفتوح بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في أكثر من جمعية بتهتم بإقامة دورات تدريبية بمجال الروبوت للفئات العمرية من عمر 7 سنين لعمر 14 سنة وفي فئات أكبر من هذا الحكي. نحن حبينا نحفز هالولاد نشجعهم لهذا المجال خاصة أنه هو بينمي الفكر وبيطوره. فالجمعية الخيرية الإسلامية عملت مسابقة تحدي بين هاي الفرق لنشوف مين الأكفأ ومين الأجدر يعني بمجال الروبوت. كان جو كتير حلو، سادوا الحماس والتحفيز. شاركنا كل الجمعيات، جمعية الإنشاءات من حمص عنده النادي روبوتيك، كل شيء جمعيات عندها نوادي روبوتيك، ثانوية الشهيد باسل المتفوقين الأولى والثانية، مدرسة النخبي، جمعية الإنشاءات وجمعية الخيرية الإسلامية دار الأيتام، عندنا 5 فرق مشاركة، في كمان مؤسسة بيتي. حبينا هيك إنه نعمل انطلاقة قوية من حمص. هذا الإيفنت موجود من زمان بس إحنا بنفتخر إنه إحنا كنا حاضنين هالإيفنت، وروحة التنافس اللي كانت موجودة وهالصبايا والشباب اللي كان عندهم هيك هالطاقة الإيجابية اللي عطونا إياها. المسابقة تضمنت منافسة بين فريقين في حلبة السومو حيث تم مواجهة كل الروبوتين لبعضهما والخاسر يخرج من الحلبة، وفي ختام المسابقة تم تتويج الفرق الفائزة. بدي أتشكر جمعية الخيرية الإسلامية على هذا النشاط وعلى هذا التنظيم، وبدي هني جميع المشاركين على هالروح التنافسية، وبدي هني المدربين على هيك فرق عم يجتهدوا عليها. طبعا الكل فائز اليوم، ما في عنا خاسر، بكفي اليوم المشاركة تكون مؤهلة لمراحل أكثر لمسابقات وطنية ومسابقات دولية على المستوى العالمي بتمثل سوريا الأم. بعد كثير سنين مشاركة الحمد لله أخذوا المركز أول. بتشكر الميتم الإسلامي ويعني ومثلا وموقع معتز.com وكل عالمي اللي شاركوا بهالايفنت. طلعنا المستوى الثاني من الجمعيه العلميه السوريه المعلوماتيه، بيتابعوا كثير هيك دورات لانه بالمستقبل رح تفيدنا كثير، رح يكون في منها كثير تطور لقدام. المسابقه تمتاز بانها تجمع بين التعليم والابداع من ناحيه والمرح والتسليه من ناحيه اخرى، ولها اثر واضح في صقل شخصيه المشاركين وتحفيزهم على تطوير قدراتهم ومهاراتهم. شيرين العلي، الإخبارية السورية، من محافظة حمص.